تمثل فعاليات الحوار الوطني بداية حقيقية لانفراجة ديمقراطية وسياسية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطني. فعاليات الحوار الوطني تدشن لجمهورية جديدة تقبل وتتسع للجميع من خلال مؤشرات عدة تؤكد على جدية الحوار بما يتضمنه من تقديم لمختلف الرؤى والأفكار الجديدة في الأطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية. في طريق مصر نحو الجمهورية الجديدة التي تؤسس نسقا فكريا واجتماعيا وإنسانيا شاملا، يلعب الحوار الوطني دورا كبيرا في مسيرة التنمية الشاملة التي تنتهجها مصر وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. انطلاق جلسات الحوار الوطني حمل في طياته مخرجات إيجابية متعددة، حيث جرى خلال ثاني الجلسات استعراض مختلف المقترحات بالإضافة إلى مناقشة المادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه، وكذلك مناقشة اقتراحات الأعضاء فيما يخص جدول أعمال الحوار وجلساته وفعالياته. التوصيات الأولى لمجلس الأمناء تضمنت الإشادة بقرار الرئيس السيسي بشأن العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم، واستقر المجلس على بقاء المحاور الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي كما هي لإجراء الحوار عليها، فضلا عن انتهاء مجلس الأمناء من مناقشة المحور السياسي كبداية ضمن مناقشات المادة 18. مجلس أمناء الحوار الوطني وبعد مناقشات مستفيضة استقر على ثلاث قضايا فرعية داخل المحور السياسي، وهي مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية والمحليات وحقوق الإنسان والحريات العامة، مؤكدا أن المحور السياسي بموضوعاته ولجانه الفرعية بات جاهزا للبدء بتحديد جلسات بشأنه. إدارة الحوار الوطني أوضحت أن المادة 18 من اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس الأمناء تتضمن تشكيل لجان فرعية ونوعية وتضم قواعد العمل داخل اللجان، مؤكدة الحرص التام من مجلس الأمناء داخل أعمال الجلسات على فكرة الشراكة لا الخصومة والتوافق على أساسيات العمل المشترك، وذلك بعد الحصول على الكثير من الرؤى المعبرة عن المصريين والتي تعبر أيضا عن الحوار والقوى السياسية والحزبية.